اهلا وسهلا بكم من منصه طرطوس التربويه، معكم المدرسه بشرى خضر طياره من مدرسه الشهيد مصطفى خلوف للحلقه الثانيه. نتعرف على الطلاب معي في هذا الدرس. غزل علان، حيدر علان، سالي كفر، روجينا حسين. اهلا وسهلا بكم. درسنا اليوم بعنوان اسرار التربه للصف التاسع. نبدا بالصورة الأولى. طبعاً طلابنا الغوالي، الصورة الأولى ماذا توضح؟ الصورة الأولى ماذا نرى في الصورة الأولى؟ رفع اليد روجينا. نوضح أن إذا أن النبات هو له دور في حياتنا فهو أساس. من أين أتيت بدور أن التربة والنبات في حياتنا من خلال الصورة؟ ففي زراعة ترب الشجرة. نعم نعم. أعتبرهم ثم كبرة. أحسنتي أحسنتي. الصورة الثانية ماذا نلاحظ فيها غزال؟ زراعة شجرة. زراعة الشجرة. ونقدر أهمية التربة. أحسنتي. من خلال سقايتها لتنمو وتصبح مثال في المجتمع. أحسنتي. إذا من القيم الأخلاقية والتربوية إذا أهمية وتقدير الحفاظ على التربة لأن مصدر الغذاء للإنسان ولأسباب أخرى عديدة. إذن درسنا اليوم أسرار التربة. لنتعرف اليوم ما المقصود بأسرار التربة؟ ما المقصود بأسرار التربة؟ لدينا النص التالي: مزارعان يطمح منهما إلى تحسين أرضه الزراعية وزيادة خصوبتها وقدرتها الإنتاجية. من يكمل النص قراءة؟ حيدرة. بما يعود عليهما بالنفع الاقتصادي ويحسن أحوالهما المعيشية، لكنهما يواجهان المشكلات الآتية. يعيشون. يعطيك العافية. أحسن. سالي. يعيش نفيس في منطقة قلية الأمطار، لذلك يلجأ إلى ري أرضه باستمرار، لكن تربتها عالية النفوذية للماء فتجف بسرعة. عالية النفوذية للماء فتجف بسرعة. أكملي. فضلاً عن أن عمل الرياح ينشط فيها، وهي لا تصلح إلا لزراعة الشعير. تمام. أحسن. يعطيك العافية. الصورتان، الصورة الأولى توضح أنها صور برأيكم برفع اليد تربة رملية أم طينية؟ ماذا نرى في الصورة؟ ماذا نرى في الصورة؟ روجينا. نرى في الصورة نوعين من التراب، إحداهما طينية وإحداهما والثانية رملية. من لديه جواب آخر؟ تربة رملية. تربة رملية. إذن هي تربة رملية في كلا الصورتين، في كلا الصورتين، ولكن نرى هنا تربة غير محروسة، لم يتم حراستها، والتربة الأخرى هي بعد الحراسة. يواجه سعيد مشكلة في التعامل مع أرضه. إذن نحن تحدثنا في الصورة الأولى والنص الأول عن التربة الرملية وعن مشكلات التربة الرملية وصفاتها العامة. يواجه سعيد مشكلة في التعامل مع أرضه، فتربتها تنتفخ عند ريها أو بعد هطل الأمطار، وهذا يؤدي إلى تعفن جذور النباتات فيها، وهي تنكمش وتتشقق وتقسم إلى كتل بعد الجفاف، وهذا يشعر عليه حراستها وتهيئتها للزراعة في أمرا في غاية الصعوبة. إذا نرى في الصور التربة ماذا برفع يد؟ سالي. الطينية. التربة الطينية. أحسنتي. إذا التربة الطينية صعبة الحراسة، لاحظوا صعبة الحراسة بسبب أنها تتكتل بعد هطل الأمطار أو بعد الري، وأيضا ثم تجف وتتشقق إلى كتل بعد الجفاف. سؤال: ما نوع التربة في أرض نبيل وأرض سعيد؟ أرض نبيل، نبدأ بأرض نبيل. حيدرة. التربة الرملية في أرض نبيل تربة، التربة نوع التربة في أرض نبيل تربة رملية. أحسنت. تربة رملية. وأرض سعيد يا غزال؟ نوع التربة في أرض سعيد هي تربة طينية. أحسنتما. إذا الجواب التربة في أرض نبيل رملية وسعيد طينية. سؤال: ما أسباب المشكلات التي تتعرض لها كل من التربة الرملية والطينية وكيف يمكن معالجتها؟ طبعاً نحن شرحنا الدرس برأيكم لا علاقة بالصفات، الأسباب، المشكلات،
وأيضا العلاج دائما يتعلق بأسباب المشكلة. من لديه جواب على هذا السؤال؟ غزال تفضل. لكل تربة لها خصائصها الفيزيائية والكيميائية والحيوية التي تميزها غيرها من أنواع التراب، وبالتالي يمكنها تحديد المشكلات التي تعاني منها التربة. أحسنتي أحسن، جواب صحيح. أولا لنكتشف معا أول أسرار التربة. أول أسرار التربة هي الخصائص الفيزيائية. الخصائص الفيزيائية، نبدأ بأول خاصية وهي لون التربة. لون التربة من الخصائص التي يمكن ملاحظتها بالعين المجردة، وهو يعكس ما تحتويه التربة من مكونات. إذا أنا مجرد نظرت إلى التربة، حددت لون التربة، عرفت أنا أمام أي نوع من أنواع التربة وبالتالي خصائصها. وهو يعكس ما تحتويه التربة من مكونات. ولمعرفة لون كل من التربتين المدروستين ودلالته، أقرأ وأحلل المعطيات الآتية ثم أجيب. إذا طلاب ما لا أحصل على الإجابة بشكل مباشر بدون تفكير وبدون تحليل وبدون قراءة، نقرأ ونحلل ثم نصل إلى الإجابة الصحيحة. إذا نلاحظ لدينا هذا الشكل الذي هو عبارة عن مثلث الألوان. مثلث الألوان، نلاحظ في رأس المثلث من الأعلى اللون الأسود، وكلما اتجهنا نحو الأسفل نحو القاعدة يتناقص اللون ويتحول إلى الأبيض أو الأحمر. طبعا هناك ارتباط، ثم نلاحظ الأسهم كيف تشير، تناقص نسبة أكاسيد الحديد. إذا هنا لدينا أكاسيد حديد تناقصت، ثم ازدادت نسبة الكلس والكوارتز مع اللون الأبيض. ملاحظة، الدبال، ما المقصود بالدبال؟ ما المقصود بالكوارتز؟ الدبال هو بقايا نباتية. من يقرأ؟ أتمنى قراءة النص من قبل الطلاب. روجينا تفضل. ملاحظة، الدبال هو بقايا نباتية وحيوانية متحللة. الكوارتز هو معدن موجود في الرمل. هو معدن موجود في الرمل. إذا والكوارتز مر معنا في الدروس السابقة، الرمال الكوارتزية كمشروع في سوريا في الجمهورية العربية السورية. الكوارتز وهو من أكثر المعادن الموجودة في صخور القشرة الأرضية. له أشكال وأصناف عديدة وألوان متنوعة. أتيت ببعض منها. إذا هذا الكوارتز ليكون لديكم المزيد من المعلومات. الدبال بقايا نباتية وحيوانية، وهو لا غنى عنه في أي تربة خصبة وناضجة. سؤال، ما هو لون التربة؟ إذا بعد تحليل مثلث الألوان وعرض الصور وقراءة النص، نطرح السؤال التالي، ما هو لون التربة الطينية؟ مفسرا إجابتك، دائما نفسر، دائما نفسر الإجابة. سالي، لونها أحمر بسبب ارتفاع نسبة أكاسيد الحديد فيها. أحسنتي، لونها أحمر بسبب ارتفاع نسبة أكاسيد الحديد فيها. الجواب صحيح. ما هو لون التربة الرملية؟ مفسرا إجابتك، ودائما نتذكر مثلث الألوان. روجينا، لونها أصفر بسبب ارتفاع نسبة الدبال. ارتفاع نسبة الدبال ولونها أصفر رملية، لونها أصفر. أحسنتي. من يكمل الإجابة والتفسير؟ غزال. جواب، لون التربة الرملية أصفر بسبب ارتفاع معدن الكوارتز في التربة. أحسنتي، معدن وليس أي. أحسنتي يا غزال. إذا اللون الأصفر. إذا المثلث الألوان، إذا لاحظنا كلما اتجهنا نحو اللون الأبيض شو كانت تزداد نسبة الكوارتز في التربة، ويمر باللون الأصفر قبل أن يصل إلى اللون الأبيض. إذا مع أصفر مع ازدياد نسبة الكوارتز. أما اللون الأحمر كان في السابق عندما كان هناك أكاسيد الحديد في التربة. ثانيا، قوام التربة، نسيج التربة. قوام التربة أي نسيج التربة؟ معنا طلاب، اقرأ وأحلل المعطيات الآتية ثم أجيب. دائما القراءة، قراءة النص وتحليله مع تحليل الصور المرافقة للنص وقراءتها أيضا بشكل صحيح. يتكون نسيج التربة من الحبيبات التي يقل قطرها عن 2 مليمتر، وهي السلت الطين. دائما موجودة هذه النسب في كل الترب، ولكن
تتباين وتختلف من تربة إلى أخرى. إذا زاد نسبة الطين زادت فهي تربة طينية، إذا زاد الرمل تربة رملية. والتربة السلتية هي أفضل وأخصب أنواع التربة، وتكون النسب فيها متعادلة إلى حد ما. ويختلف النسيج باختلاف نسب هذه الثلاث. ولمعرفة نوع النسيج بكل التربتين المدروستين أتعرف نسب هذه الحبيبات بقراءة الصور الآتي. طبعاً ثم أطابقها مع مثلث قوام التربة. هذا هو مثلث قوام التربة. المثلث يتضمن السلت، الطين، الرمل. السلت، من يقرأ نسيج السلت؟ هل واضح واضح الكتابة؟ كتابة واضحة؟ نعم حيدرة. النسيج السلتي، السلت حرير الملمس عندما يكون رطب. أحسنت أحسنت سالي. الطين، ملمسه لزج عندما يكون رطب. أحسنتي. الرمل روجينا، ملمسه خشن وحويبي. أحسنت. إذا وهل تعلم أن أخصب أنواع الترب هي التربة السلتية؟ وهنا عينات عينات، وأنتم درستم في الدروس السابقة أيضا من أدوات الدراسة، من أدوات الدراسة العينة، عندما نقوم بسيارة ميدانية لأخذ عينة. لماذا نأخذ عينة؟ طبعا لنتعرف على خصائص هذه التربة، وهل هي صالحة للزراعة، وما هو نوع المحصول المناسب، وغيرها من المعلومات المتعلقة بخصائص كل عينة. عينة مخبرية من تربة أرض نبيل، إذن هذه عينة رملية من التربة الرملية، وعينة أيضا من التربة الطينية. لاحظوا ماذا نلاحظ في الصورة؟ مجرد نظرت إلى الصورة بداية، ما هو الشيء الذي ألاحظ؟ ألاحظه في الصورة من خصائص. نحن درسنا أول خاصية، ماذا كانت؟ لون التربة. برفع اليد روجينا، لون التربة. حسنتي، إذا ماذا نلاحظ؟ سالي تفضلي. اللون الأصفر للتربة الرملية واللون الأحمر للتربة الطينية. صحيح أحسنتي. إذا نلاحظ، إذا وأيضا نلاحظ النسيج والقوام، أن قوامها الرملية خشن حبيبة، لا يمتص الماء، لا يقوم بامتصاص الماء، وأيضا القوام اللزج للتربة الطينية. هذه صور قوام لزج، لاحظوا بعد الري، بعد قوام كتلي صينية، حبيبي خشن، حبيبي خشن، لاحظوا حبيباتها كبيرة الرملية. إذا دائما عند الدراسة الصور وتحليل الصور تذكرني بالمعلومات الصحيحة. إذا ما هو نسيج أو قوام التربة الرملية؟ نبدأ السؤال الأول. غزل، نسيج وقوم التربة الرملية حبيبي وخشن. أحسنتي، حبيبي وخشن، صحيح صحيح. ما هو نسيج قوام التربة الطينية روجينا؟ ملمس لزج عندما يكون رطب. لزج عندما يكون رطب. أحسنتي، صحيح. ما هو نسيج أو قوام التربة السلتية حيدرة؟ نسيج التربة السلتية وقوامها ذو ملمس حريري عندما تكون لزج. أحسنتي، رطب. أحسنت، عندما يكون رطب. إذن الخاصية الثالثة، بناء التربة. ما المقصود ببناء التربة؟ ومساميتها ومدى نفوذيتها. ما المقصود بهذه الكلمات الثلاث؟ البناء، المسامية، النفوذية. من يقرأ النص طلاب؟ سامي. بناء التربة هو الشكل الذي تترتب فيه حبيبات التربة المختلفة وتتنظم فيه مع بعضها البعض، وتنتظم فيه، ويؤثر البناء في المسامية، فراغات موجودة في جسم التربة من حيث الحجم ومدى الانتشار، ومنه في درجة نفوذية التربة. إذا بناء التربة هو الشكل، كيف تنتظم الحبيبات؟ كيف تصطف هذه الحبيبات؟ كيف تنتظم فوق بعضها البعض؟ الفراغات، المسامات، هل هي متناقصة؟ هل هي متباعدة؟ كثيرة؟ قليلة؟ إذا هل هي بالتالي طبعا النفوذية عالية أم
نفوذية قليلة. ولتعرف شكل البناء في كل من التربتين المدروستين ومساميتهما ومدى نفوذيتهما، أقرأ وأحلل المعطيات الآتية ثم أكمل الجدول. الألف البناء والمسامية لكل عينة. نعود إلى العينة. إذن أدوات الدراسة أو طريقة الدراسة. إذن أخذ عينة من التربة. أخذ عينة من التربة. نلاحظ في العينة الأولى الحبيبات كبيرة متباعدة. العينة الثانية حبيبات متراصة صغيرة. إذن العينة الأولى برأيكم لأي تربة؟ سالي، تربة رملية. أحسنتي. والعينة الأخرى غزال، تربة طينية. أحسنتي. اختبار درجة النفوذية لكل عينة. لنأتي بزجاجتين، نملأ كل زجاجة مفتوحة من الأعلى، نضع تحتوي الرمل أو تربة رملية، بداية تربة أرض نبيل، عينة تربة أرض نبيل، ثم نأتي بكأس أو كوب ماء. الخطوة الأولى بالتجربة. الخطوة الثانية من التجربة سوف نصب الماء على التربة. نلاحظ وهو الأهم أن في المرحلة الأخيرة أن الماء تسرب الماء جميعه من التربة الرملية ولم تحتفظ بشيء من الماء. أما العينة الثانية فالعكس تماما. طبعا نأتي بقارورتين أو زجاجتين، نملأ كأس من الماء وكأس فارغ، نضع فيه القمع أو الأنبوبة المفتوحة من الأسفل، نسدها بقطعة قطن ونصب الماء على التربة الطينية. فنلاحظ أن الماء الذي تسرب من التربة الطينية قليل جدا جدا. أين ذهب الماء؟ امتصت التربة الماء عالية، إذن احتفظت بالماء. احتفظت بالماء. وقامت الطالبة سالي من الصف التاسع بتجربة عن الفرق بين التربة الرملية والتربة الطينية من حيث البناء والمسامية والنفوذية. أنا الطالب سالي كبرى من مدرسة شهيد مصطفى خلود الصف التاسع. سنقوم بتجربة توضيح الفرق بين التربة الطينية والتربة الرملية. هذه التربة الطينية حبيباتها صغيرة، خلالات فيها قليلة، اليمين لونها اللون الأحمر. وهذه التربة الرملية اليمين لونها اللون الأصفر، حبيباتها كبيرة وخلالات فيها كثيرة. سنقوم بوضع قليل من كميات مسالة في كلا الكأسين توضيح الفرق. بعد مرور بضعة أوقات سنلاحظ امتصاص التربة الطينية الماء أكثر من التربة الرملية، ذلك لوجود الحبيبات الصغيرة والفراغات القليلة، ولوجود الحبيبات الكبيرة في التربة الرملية وفراغات كثيرة. لدينا ملاحظة. أيضا الملاحظات يجب التركيز عليها طلابنا الغوالي. يوصف بناء التربة بأنه جيد. متى يوصف بناء التربة بأنه جيد؟ عندما تشغل المسامات ما بين الثلث إلى نصف، ثلث إلى نصف حجم التربة. هذه الملاحظة مهمة جدا. سؤال وازن بين التربة الرملية والتربة الطينية من حيث البناء، المسامية ودرجة النفوذية. أرغب بتطبيق هذا السؤال كعمل مجموعات. سنعمل كمجموعتين. المجموعة الأولى روجينا وسالي ستقومان بحل هذا السؤال، والمجموعة الثانية غزل وحيدرة. سأعطيكم بعض الوقت تستطيع تحليل. طبعا الصور والمعلومات السابقة تفيدكم جدا في إيجاد الحل. تفضل. إذن السؤال، قوموا بتدوين السؤال وابحثوا عن الحل. وازن بين التربة الرملية والتربة الطينية من حيث البناء والمسامية ودرجة النفوذية. إذن ثلاث أطراف للمقارنة. أرجو قدر الإمكان التعاون بينكما في إيجاد الحل. نستطيع طبعا استخدام المعلومات المتوفرة بين أيدينا. من لديه سؤال يستطيع
توضيحه مني أنا؟ وممكن اختصار الإجابة طلاب؟ أريد الإجابة المفيدة والمختصرة. المفيدة والمختصرة في الموازنة. هل يوجد سؤال؟ سؤال واضح. إذن سؤال الموازنة، طبعا عندما نقول وازن يعني هناك أوجه شباب وأوجه اختلاف. ما هو الفرق؟ ما هو الاختلاف بينهما؟ المسامية مختصرة جدا بشكل مختصر. أحسنت، تولى الطالبة الكتابة وطالبة إيجاد الحل، تعاون، ولكن أرجو الإسراع أكثر بالحل. الحل بسيط. انتهينا. نستطيع أن نأخذ الإجابة؟ شكرا لكم، يعطيكم ألف عافية. طبعا وازن بين التربة الرملية والتربة الطينية. نبدأ بالمجموعة التي أنهت العمل قبل، مجموعة غزل وحيدرة. من قرر منكم الإدلاء بالإجابة؟ حيدرة، تفضل. كتب الإجابة غزل وحيدرة سيقرأ. تفضل. التربة الرملية في أرض نبيل، بناء التربة وتماسكها البناء حبيبي وضعيف التماسك، وهذا يسهل عملية الحراسة ويسمح بتوغل جذور النباتات. أحسنتم. المجموعة الأولى حصلتم على إجابة دقيقة. والتربة الطينية أكمل. البناء كتلي وشديد التماسك، وهذا يصعب عملية الحراسة ويصعب توغل جذور النباتات. أحسنتم. المسامية. مسامية التربة كثيرة. نعم. والطينية. التربة الطينية قليلة. أحسنتم. نكتفي بهذا القدر للمجموعة الأولى. المجموعة الثانية، ما هي الإجابات التي حصلتم عليها؟ من سيقرأ الإجابة؟ سالي أم روجينا؟ التربة الرملية بناء حبيبي ضعيف التماسك. التربة الطينية بناء كتلي شديد التماسك. تماما، واكتفت بذلك وإجابة تعتبر أيضا صحيحة، ولكن أتمنى أن تشرحي لي النفوذية قليلا لكي إنهاء الإجابة. النفوذية في التربة الرملية ما هي؟ النفوذية عالية صحيح. النفوذية عالية. والطينية ماذا أجبتي؟ النفوذية ضعيفة للماء. أحسنتي. طبعا عالية عدم الاحتفاظ بالماء، بالتالي الأثر، ما الأثر؟ وتهوية عالية. أما ضعيفة أيضا احتفاظ، بالعكس تماما، احتفاظ وتهوية منخفضة. رابعا، الخاصية الرابعة، عمق التربة. والخاصية الأخيرة طبعا طلاب، طبعا نحن من ذكرني ما هي هذه الخصائص؟ خصائص جينا. الخصائص الفيزيائية. أنتي، خصائص فيزيائية. تختلف الترب في عمقها من مكان إلى آخر، ويتوقف ذلك على الفرق بين عوامل تكوينها وعوامل إزالتها. أميز بين عمق كل من التربتين المدروستين بالمطابقة بين الجدولين الآتيين. المطابقة والمقارنة ضرورية جدا طلاب. عمق التربة الرملية 45 سنتيمتر، الطينية 90 سنتيمتر. بناء على ذلك سأصنف عمق التربة، هذا العمق في كل من التربة الرملية والطينية، هل هو قليل العمق، متوسط العمق، عميق وعميقة جدا، بناء على المعطيات المحددة في عمق التربة، في دراسة العمق بشكل عام. القليلة العمق هي من تكون أقل من 50 سنتيمتر، والمتوسطة العمق هي من تكون بين 50 إلى 100 سنتيمتر، العميقة 100 إلى 150 سنتيمتر، والعميقة جدا أكثر من 150 سنتيمتر. بالتالي طلاب، برأيكم التربة الرملية ماذا تعتبر بهذه الحالة؟ تصنف التربة الرملية أنها قليلة العمق. أحسنتي. سالي، وعمق الطينية ماذا تصنف؟ متوسطة العمق. أحسنتي.
من الجدولين السابقين نستنتج عمق التربة في أرض نبيل وسعيد. التربة في أرض نبيل رملية وهي قليلة العمق، أما في أرض سعيد متوسطة العمق. لكن ما هو السبب؟ التفسير والتعليم. السبب هو البناء الحبيبي ضعيف التماسك، مما يقلل من الفرصة المتاحة لتوغل جذور النباتات ويعيقها ويسمح بنشاط التعرية الريحية. طبعا أتكلم هنا عن التربة الرملية، لماذا هي قليلة العمق؟ وهذه هل تعتبر مشكلة غزال؟ نعم نعم تعتبر مشكلة، تعتبر مشكلة. إذن قليلة العمق لا نستطيع إلا أن نستخدمها بزراعة أنواع محددة من المحاصيل. معلومة مهمة، يؤثر العمق. إذن لنرى ما هو أثر العمق أو ما العلاقة بين والقدرة الإنتاجية. يؤثر العمق في القدرة الإنتاجية للتربة، فكلما ازداد عمق التربة تزداد المساحة التي تنتشر فيها جذور النباتات. فكما قالت غزال، إذا قلت العمق مشكلة، فتزيد بذلك كمية المواد الغذائية الممتصة من قبل النباتات. إذا الأفضل أن تكون عميقة، الأفضل أن تكون أعمق. الخصائص الفيزيائية للتربة، إذا نصل إلى الخلاصة، الخلاصة هي من يقرأ الخصائص الفيزيائية. الخصائص الفيزيائية للتربة، أولا اللون، ثانيا قوام التربة أو نسيج التربة، أحسنت، ثالثا بناء التربة ومساميتها ومدى نفوذيتها، رابعا عمق التربة. أحسنت. نصل إلى التقويم النهائي، نصل إلى التقويم النهائي بعد النماذج. اختر الإجابة الصحيحة. غزل، بقايا نباتية وحيوانية والدبال. صحيح، أحسنت. لون التربة الطينية، حيدرة، أحمر. أحسنت. روجينا، أجب بصح أو خطأ. الجملة الأولى، نسيج التربة الرملية ذو ملمس خشن حبيب. صح. أحسنت. سالي، تؤدي النفوذية الضعيفة جدا في التربة الطينية إلى عدم الاحتفاظ بالماء والغذاء. خطأ، تؤدي إلى الاحتفاظ بالماء والغذاء. أحسنت. والصحيح، تؤدي إلى الاحتفاظ بالماء والغذاء. وهنا نصل إلى نهاية الدرس. أرجو أن تكونوا استفدتم من الدرس وشرح بعض النقاط التي تمت الإضاءة عليها. شكرا لمتابعتكم، ونرجو اللقاء في دروس قادمة بإذن الله.